بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله. حياكم الله إلى هذا المقرر اللي بعنوان إدارة الأعمال الدولية. طبعا نتكلم إن شاء الله في هذا المقرر عن وظائف الإدارة من منظور إدارة الأعمال الدولية. في هذه المحاضرة بإذن الله سبحانه وتعالى نعطيكم فكرة عامة عن الكتاب ومحتوياته، ثم نبدأ بأول محاضرة اليوم. تقريبا سنأخذ 3 وحدات. الكتاب كما تعرف شيق ورائع، لا يختلف كثير عن إدارة الأعمال، فقط هذا يركز على إدارة الأعمال الدولية. في ثنايا المحاضرات سنناقش بعض الأفكار، سنعود إلى الكتاب تارة ونعود إلى السلايدات أيضا، وكل نصف ساعة سنتوقف للنقاش وأسئلتكم ونجيب على بعض استفساراتكم. واللي عنده أسئلة أو استفسارات ممكن في نهاية كل محاضرة يسأل أو يرسلها بعد ذلك في الإيميل اللي أرسله إليكم، أو في بداية المحاضرة الثانية ممكن إيش يعطي بعض الأسئلة ونجيب عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا ممكن نبدأ، قبل أن نبدأ بالسلايدات نبدأ بعرض للكتاب سريع، نستعرض الكتاب بشكل سريع ثم نعود إلى السلايدات. هذا هو كتاب إدارة الأعمال الدولية. الكتاب يتكون من مجموعة من الفصول، عندنا 5 فصول أو 6 فصول عفوا، وعندنا هنا بعد ذلك الفصل السابع يتكلم عن إدارة الموارد البشرية، والفصل الثامن يتكلم عن التسويق والمالية والإنتاج في شركة الأعمال الدولية. المجمل هناك 8 فصول، بنقسمهم على 3 محاضرات. اليوم سنأخذ ممكن الفصل الأول والثاني ثم الثالث، سنبدأ إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى مع المقدمة. الفصل الأول مقدمة في إدارة الأعمال الدولية، ثم نتكلم عن البيئة الخارجية لشركة الأعمال الدولية والتخطيط، بداية عن التخطيط، تخطيط واسع جدا. نعطيكم بعض الأفكار إن شاء الله العملية والنظرية. الكتاب ستقرأه أنتم، إحنا دورنا يعني يتمركز حول إيش؟ نقرب بعض البيانات أو حول تقريب بعض المعلومات، تلخيص بعض الأفكار، وأي أسئلة أو استفسارات من جهتكم ممكن إيش؟ نجيب عليها ونناقشها معكم. لكن في المقام الأول يجب أن تكون الكتاب بشكل واضح، لخصوا أسئلتكم إذا عندكم أي استفسارات، بإذن الله سبحانه وتعالى نجيب عليها إما في نهاية المحاضرات أو في بداية المحاضرة الثانية، في نهاية محاضرة اليوم أو بداية المحاضرة القادمة، وهكذا في المحاضرات القادمة التي تأتي. إذا عندنا 8 فصول سنقسمها على 3 محاضرات، لكن يعتمد على الجهد الذاتي منكم، قراءة الكتاب وتلخيص بعض الأفكار اللي تروا أني تحتاج إلى شرح أو استفسارات. وكما ذكرت لكم الكتاب رائع جميل، وأيضا لغته بسيطة وسهلة، واللي درس إدارة الأعمال بيكون عنده سهل جدا، كونه اللي حتى اللي أخذ مقدمة في إدارة الأعمال يجد أن الكتاب سهل جدا عليه، لأنه في الأخير مكونات هذا الكتاب يتحدث عن البيئة الخارجية، مقدمة ثم البيئة الخارجية للمنظمات، ثم يتكلم عن الـ4 الوظائف للإدارة اللي هي التخطيط والتنظيم والرقابة، عفوا والتحفيز والرقابة. ثم الفصل الثامن يتكلم عن إدارة الموارد البشرية، والفصل الثامن يتحدث عن باقي الوظائف، التسويق والمالية والإنتاج. إذا الكتاب في مجمله كتاب سهل ويسير، واللي تخصصهم إدارة أعمال يجدوا أنه فقط يقرأوا بعض يعني الملخصات من في الكتاب. إذا هذا مقدمة، إذا عندكم أي شيء قبل أن نبدأ تفضلوا، ما لم نتوكل على الله ونبدأ في الكتاب. الكتاب اسمه إدارة الأعمال الدولية، هذا عنوان الكتاب، إدارة الأعمال الدولية، بس في النسخة البي دي اف شوية كذا، الأصل إدارة الأعمال الدولية International Business Management، اللي هو إدارة الأعمال الدولية International Business Management. إذا نبدأ على بركة الله، وبنبدأ مع سلايدات في البداية ثم نعود بإذن الله طبعا اليوم بيكون معنا مقدمة حول إدارة الأعمال الدولية، ونتكلم عن البيئة الخارجية لشركة الأعمال الدولية، ثم يعني عن التخطيط شيء ما، لكن في المجمل بنتكلم عن هذين البابين، الفصل الأول والثاني، اللي مقدمة إدارة الأعمال الدولية والبيئة الخارجية لشركات الأعمال الدولية.
لما بنتكلم عن الفصل الأول نتكلم عن عفوا المفاهيم الأساسية في إدارة الأعمال الدولية، ثم نتكلم عن مفهوم ومكونات وعناصر البيئة الخارجية، ونتكلم عن مفهوم ومكونات الوظائف الإدارية. هذه مكونات الكتاب الوحدات الثمان. عندنا مقدمة، ثم نتكلم عن البيئة الخارجية، عندنا الوظائف الأربع، التخطيط والتنظيم والقيادة والتحفيز والرقابة، ثم الوظائف إدارة الموارد البشرية والتسويق والمالية والإنتاج. فبيكون معنا اللقاء الأول نتحدث عن مفهوم الأعمال الدولية، وأيضا مجالات الإدارة المعاصرة، ثم مفهوم الشركات الدولية، ومفهوم إدارة الأعمال الدولية أيضا، ثم أشكال الأعمال الدولية. لما نتكلم عن إدارة الأعمال الدولية، قبل أن نتكلم عن إدارتها، الأعمال الدولية هو مصطلح يتكلم عن الأنشطة المتعلقة بتجارة السلع والخدمات بين الدول. إذا يشير إلى التجارة والتبادل التجاري اللي يحدث بين الأفراد والشركات والكيانات الحكومية أو يحدث بينهما، يضمن تبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والعلامة التجارية عبر الحدود الوطنية. إذا لما نتكلم عن الأعمال أو البزنس الدولي، نتكلم عن مفهوم في المقام الأول ببساطة يتحدث عن التجارة بين الدول والمنظمات والأفراد والكيانات. هذه التجارة تشمل تبادل للسلع والخدمات وانتقال رؤوس الأموال والتكنولوجيا أيضا والعلامات التجارية عبر الحدود الوطنية. نفصل أكثر في هذا التعريف. طبعا مثل ما تعرفوا، بدأ الإنسان بدائي، كان يعتمد في البداية على الرعي والزراعة. تطورت الحياة نوعا ما، فأصبح هناك ما يسمى بالتبادل التجاري، وكان التبادل التجاري أيضا بدائي. يعني لو نقرأ في التاريخ البشرية بنجد أنه كان في البدايات يعني تبادل عبر السلع، يعني بيعطيه قمح يأخذ بدله مثلا رز، وهكذا، ما كان في نقود وكذا. ثم تطورت منظومة الأعمال إلى أن أصبحت إلى ما هي عليه اليوم، العملات الإلكترونية المشفرة، وأيضا التعامل البنكي والحوالات البنكية وغيرها. يعني فلما نتحدث عن تطور التجارة، اليوم نتحدث عن تقريبا أرقى ما وصلت إليه البشرية اليوم هو استخدام التقنية في إدارة الأعمال. لذلك في مادة عندنا اللي نسميها إيش؟ إدارة الأعمال الإلكترونية. فهذا المصطلح إدارة الأعمال يتحدث عن تجارة السلع والخدمات، يتحدث عن التجارة اللي تحدث بين الأفراد والشركات والكيانات الحكومية. في هذه الوظيفة يتم تبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والعلامات التجارية. إذا من هذا المفهوم عندنا مفهوم إدارة الأعمال الدولية أو الأعمال الدولية. هي معاملات تنتقل من دولة إلى أخرى حاملة معها كل شيء له قيمة، كالبضائع المادية والخدمات المتعددة مثل الخدمات المصرفية والتأمين والتقنيات البرمجية المختلفة من البرامج وتكنولوجيا الأقمار الصناعية ورأس المال والمعرفة. إذا كل ما يتم تبادله ممكن نطلق عليه إيش؟ أعمال دولية، سواء تقنية، تكنولوجيا، رأس مال، معرفة. لأنه جزء الآن لما نتحدث عن التجارة نتحدث عن سلع وخدمات. فالسلع كل ما يمكن إدراكه مثل علب الماء مثلا، او يعني الحقائب او الكمبيوتر او غيره، هذا يمكن ادراكه. في نوع من يعني المنتج او الخدمات اللي لا يمكن ادراكه، مثلا خدمات التامين لا يمكن لمسه. يعني انا اتكلم عن سلعات اخذ وكذا، خدمات الاتصال، خدمات الانترنت، الاستشارات، التدريب، الكذا. فهذا ما في شيء ملموس انه مثل ما السلع يعني انك تاخذه وتعطي مقابل وهكذا، وبالتالي الخدمات سوقها رائج ايضا، لكنه تحتاج الى اساليب وتقنيات و يعني جهود غير تسويق السلع وهكذا. نتكلم عن مفهوم الشركات الدوليه. هي الشركات التي تمارس نشاطا في التصدير والاستثمار عبر الحدود الوطنيه، اي في اكثر من دوله بشكل قانوني. اذا عندي الان كيان اتحدث عنه هو الذي يقوم بعمليه التجاره اللي هي الشركات. والشركات لها مسميات مختلفه في القانون التجاري، تاخذ الشركات المساهمه والشركات المحدوده والشركات الشخصيه وهكذا. ف
الشركة قد تكون محلية تمارس نشاطها في حدود الدولة الوطنية، يعني مثلا شركة في اليمن وتمارس نشاطها في اليمن فقط. قد تكون شركة تمارس نشاطها عبر الحدود الوطنية في أكثر من دولة بشكل قانوني، عندها فروع مثلا في ماليزيا وأندونيسيا والصين وأمريكا وأوروبا مثلا والشرق الأوسط، وبالتالي هذه شركات دولية. الفرق بين الشركات المحلية والشركات الدولية، الشركات الدولية عندها إما فروع وإما وكلاء أكثر من بلد. لما أتحدث مثلا عن شركات الأغذية المتنوعة اللي عندها فرنشايز في أكثر من بلد، إذا موجودة في معظم بلدان العالم، شركات مثلا عندنا في اليمن مثلا مجموعة بيت هايل عندنا لها فروع في مصر والسعودية وماليزيا وأندونيسيا وبريطانيا وأكثر من بلد، وبالتالي هذا مسمى الشركات الدولية، هي الشركات التي لها نشاط عابر للحدود. في بعض الأحيان تسمى الشركات الدولية شركات عابرة القارات، يعني شركات لها نشاط في أكثر من بلد وفي أكثر من قارة. إذا عندنا مصطلح آخر اللي هو الشركات العالمية، هي الشركات المتعددة الجنسيات. شركة متعددة الجنسيات، كنا نتكلم سابقا عن شركة دولية ربما يعني أصلها في اليمن لكن لها فروع مثلا في البلدان الأخرى. نتكلم الآن عن شركات عالمية، شركات لديها فروع متعددة الجنسيات ومقر رئيسيا في العديد من البلدان، تسمى باسم شركة دولية، وتختلف عن الشركة المحلية التي تقوم ببيع منتجاتها على الصعيد العالمي وإلى بلدان أخرى مع تمركز مكاتبها الرئيسية في دولة ما. يعني عندنا شركات المتعددة الجنسيات يكون عندها فروع في مختلف أنحاء العالم، وبالتالي هي شركات ربما يكونوا المساهمين في مختلف أنحاء العالم أيضا. تجد مثلا في شركات التقنية عندها فروع في أكثر من بلد وعندها مقرات في أكثر من بلد وملاكها من أكثر من بلد. يعني مثلا لو اخذنا تويتر اكس سابقا، عفوا اكس سابقا الان تويتر سابقا، كان عندها مقرات في اكثر من بلد، قلصها شويه بعد ما استحوذ عليها ايلون ماسك، لكن كانت لا زالت شركه عالميه، عندها فروع ومقرات اقليميه في اكثر من بلد، وعندها ايضا موظفين في مختلف انحاء العالم، عندها ملاك من مختلف انحاء العالم. الآن أصبحت بيد شخص واحد لكن سابقا كان فيها مساهمين ومشاركين أكثر من بلد. وبالتالي هذه الشركات المتعددة الجنسيات عابرة للقارات عندها فروع في مختلف أنحاء العالم. هذه مقدمات قبل أن ندخل إلى الوظائف ونتكلم عن كيفية الإدارة. الشركات العالمية عندنا شركات متعددة الجنسيات، هذا مصطلح آخر، هي شركة يكون لها فروع في أكثر من دولة ويتم إدارتها من قبل بلد واحد اللي هو البلد الأم، وتسمى الشركات العابرة للقارات كما ذكرنا. هذا النوع من الشركات تتميز بكبر الحجم والمبيعات الضخمة وتطور التكنولوجي، تنوع المنتجات، تعددها وجودتها والطبيعة الاحتكارية. يعني مثلا لو أعطينا مثال أبل مثلا أو جوجل مثلا، مايكروسوفت، هواوي، ممكن أن نطلق على شركات متعددة الجنسيات، ولو أن هواوي صينية بحتة لكن الشركات الأخرى مطروحة في البورصة وتخضع يعني عندها أكثر من مالك وهكذا. بالتالي لكن عندها مقر رئيسي، مثلا تجد انه معظم هذه الشركات في وادي السيليكون في امريكا، هواوي موجود مقرها في الصين، سامسونج في كوريا الجنوبيه. هذه الشركات المتعدده الجنسيات، شركات عملاقه كبيره الحجم. ايضا مثلا ارامكو شركه سعوديه عندها فروع في مختلف انحاء العالم واستثمارات في اليابان، كوريا الجنوبيه، ماليزيا، الهند، امريكا، البرازيل وهكذا. بنتكلم في هذا الكتاب بدرجة رئيسية عن المنظمات العامة، منظمات الأعمال المحلية والمنظمات الاجتماعية والثقافية والمنظمات الدولية ومنظمات الأعمال الدولية. طبعا لما نتكلم عن الشركات والبزنس والمجالات الأعمال نتكلم عن شركات اللي ساعية للربح، لكن عندنا منظمات دولية أخرى اللي نسميها نون بروفيت أورجانيزيشنز اللي هي المنظمات غير الربحية. المنظمات غير الربحية مثلا مثل منظمات الأمم المتحدة بتجد عندها فروع في مختلف أنحاء العالم، مثلا اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات. هذه أيضا هي منظمات عامة وغير ربحية، وغير لما نقول غير ربحية يعني إنه هذا نسميه القطاع الثالث. القطاع الثالث المنظمات الخيرية، بتجد المنظمات الخيرية عندها أكثر من فرع ولها مقر رئيسي. مثلا نجد قطر الخيرية تنتشر في أكثر من تقريبا 30 40 بلد حول العالم ومقرها في الدوحة. عندكم الندوة العالمية للشباب الإسلامي منظمة غير ربحية وأيضا تنتشر في أكثر من بلد، مقرها الرئيس الرياض
الهيئة الخيرية الإسلامية الكويتية وغيرها من المنظمات غير الربحية. عندنا المنظمات الدولية اللي هي منظمات تتبع الأمم المتحدة أو تتبع منظمات عالمية ولها فروع في مختلف أنحاء العالم، نتحدث عنها إن شاء الله في ثنايا المحاضرات في نقاشها. إذا خلونا نعرف المصطلحات، هذه البداية كلها تعريف المصطلحات، لو خرجنا شوية أو كذا بنرجع عادة للمصطلحات. يعني مثلا المنظمات العامة من أمثلتها الدوائر الحكومية، وزارة التربية والتعليم مثلا في اليمن. هذه الوزارات منظمات عامة، يعني غير مملوكة لأشخاص، هي مملوكة للشعب، وبالتالي تتبع الحكومة في إدارتها، لكن ملكيتها تعود للدولة. هذه فيها إدارة عامة، ولذلك احنا نتكلم عن تخصص الإدارة العامة مختلف غير إدارة الأعمال. إدارة الأعمال تخصص غير الإدارة العامة. الإدارة العامة يتحدث عن كيفية إدارة الدول والمنظمات العامة. وأنا ما أتكلم عن الدول، أنا أتكلم عن منظمات. في الأخير الدولة إيش بتتكون؟ تتكون مجموعة من المنظمات العامة كالوزارات والمؤسسات والهيئات من مختلف أنواعها وأشكالها. عندنا منظمات الأعمال المحلية، منظمات اقتصادية محلية. أنا أعطانا مثال مثل فندق حتى في صنعاء مثلا، لكم شركات مثلا المياه، شركات الأغذية الموجودة في اليمن. عندنا منظمات اجتماعية وثقافية، من أبرزها مثلا المنظمات الخيرية في اليمن. لو تكلم هنا أتكلم عن منظمة إنسان الخيرية، هذه المنظمة في اليمن مثلا، أو الوصول الإنساني أو غيرها، وصمات بيور هاندز مثلا موجودة كلها في اليمن. هذه منظمات نسميه القطاع الثالث، هي ليست حكومية وليست خاصة. لما نقسم القطاعات نقسمها إلى 3 قطاعات، قطاع خاص وقطاع عام اللي هو الإدارة العامة المنظمات العامة، وعندي المنظمات اللي نسميها منظمات القطاع الثالث أو نون بروفيت أورجنايزيشن، منظمات غير الربحية. عندي المنظمات الدولية مثل ما ذكرنا سابقا، الأمم المتحدة وما يتفرع منها، منظمة الصحة العالمية، منظمة الأغذية، منظمة اليونيسيف، منظمة اليونسكو، منظمة يعني منظمات كثيرة، الأمن العالمي، مجلس الأمن، وغيرها من المنظمات التي تتفرع من الأمم المتحدة. عندنا جامعة الدول العربية وتتفرع منها مجموعة من المنظمات، وهذه نسميها ممكن الإدارة الدولية. في منظمات الأعمال الدولية نتكلم عن البيزنس، شركات بيت هايل مثلا، مجموعة بيت هايل، توتال مثلا الفرنسية، نتكلم عن مايكروسوفت أيضا من المؤسسات المحلية، تجد يماني مثلا كمؤسسة موجودة في الإقليم. إذا بعد أن عرفنا بعض المصطلحات نتحدث عن مفهوم إدارة الأعمال الدولية، هو فرع من فروع العلوم الإدارية. العلوم الإدارية فروعها كثيرة، يدخل تحت إدارة الأعمال الدولية، إدارة الأعمال بشكل عام، إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الاقتصاد، التسويق، ممكن إدارة الإنتاج، وغيرها من التخصصات الموجودة. وإدارة الأعمال الدولية فرع من هذه الفروع، تجد تخصص منفرد في بعض الجامعات، تخصص يسمى International Business Management ولا Business Administration. وهذا الفرع يهتم بمدى تأثر وظائف وعناصر الإدارة المختلفة عند انتقالها عبر الحدود الإقليمية من دولة لأخرى أو أكثر من دولة، مع الاهتمام بالمحافظة على القدر المطلوب من الكفاءة والفاعلية في ضوء المتغيرات الجديدة. إذا وظائف الإدارة الأربع: التخطيط والتنظيم والرقابة والتحفيز، عفوا، والتحفيز والرقابة. هذه الأربع الوظائف الإدارية، وعندنا مجموعة من المهام والوظائف الأخرى اللي نسميها التسويق والإنتاج وإدارة الموارد البشرية. لكن وظائف الإدارة الرئيسية الأربعة وعناصر الإدارة المختلفة. وبالتالي إحنا نتكلم عن، لما نتكلم عن إدارة الأعمال الدولية نتكلم مدى تأثر هذه الوظائف عند انتقالها عبر الحدود الإقليمية من دولة إلى أخرى. لاحظوا معايا هنا هذا الشكل يتكلم بشكل رئيسي عن مفهوم إدارة الأعمال الدولية. عندي الأعمال الإدارية الدولية، طبعا ما ينطبق على المؤسسات المحلية في إدارتها ينطبق على المؤسسات الدولية، مع اختلاف الأساليب وأيضا الخطط وبعض التفاصيل، لكن القوالب هي نفسها. فبالتالي تجد التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة كوظائف، وأيضا البعض يضيف لها كوظيفة صناعة القرار.
رغم اني تدخل بعض الاحيان في ضمن التوجيه، لان ضمن التوجيه والقياده صناعه القرار. هذه العمليات هي نفسها موجوده في الاداره المحليه، لكن يختلف هنا باختلاف البيئه فقط، البيئه الدوليه. فبدلا من ان تدير منظمه في حدود الدوله في اطار مثلا الجمهوريه اليمنيه، نتكلم الان عن اداره على مستوى العالم. ايضا عندي مدخلات من الموارد البشريه والماليه والماديه والتكنولوجيا والمعلومات والوقت. الموارد البشرية والمالية والمادية والتكنولوجيا والمعلومات والوقت، هذه كلها مدخلات. وعندي عمليات، والأصل إنه المخرجات إنه نحقق الأهداف. فمثلا أي مستثمر بيفتح فرع لشركته في أي بلد، هو بيهدف إيش؟ للربح والتوسع، وبالتالي يعني بيقوم بعملية جلب هذه المدخلات من الموارد البشرية والتوظيف وغيرها، وجلب الموارد المالية رأس المال وغيره، المادية تجهيز المقرات والأجهزة والكمبيوترات والبرامج والتطبيقات وغيره، أيضا التكنولوجيا والمعلومات وعامل الوقت، من أجل أن يحقق أهدافه اللي رسمها مسبقا، من ضمنها التوسع وتعظيم الربح وغيره. قبل أن ننتقل إلى الأهداف، هل عندكم أسئلة أو استفسارات أو مداخلات؟ تفضل. إذا نواصل، نتكلم عن مدى دخول الشركات الدولية في العمليات الدولية، وأيضا الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بمختلف أنواعها، يعني أهداف إدارة الأعمال الدولية: تحقيق الربحية، التجديد والابتكار، تحسين المركز التنافسي للشركة الدولية، تحقيق رضا العاملين، تحقيق رضا العملاء. هذه ممكن بنعد الكتاب في بعض التفاصيل ونشرحها لكم. في لماذا الإدارة الدولية؟ طبعا إدارة الأعمال الدولية تكمن في أنها وسيلة لتسيير الشركات الدولية. فمثلا إدارة الأعمال الدولية وفرت القوالب والأساليب والنظريات وكذا لإدارة الأعمال، لأنه تجدون أنه عادة لما الشركة محلية في بلد واحد من السهل إدارتها، المدير والمجلس الإدارة والموظفين والخبراء في نفس البلد، وبالتالي يسهل تواصلهم وانتقالهم. لكن لما أتكلم عن شركات دولية، عندك اختلاف في الوقت، حتى اختلاف في الثقافات، اختلاف في العمليات، وهذا كله بيؤدي إلى بعض العوائق، ما لم يكن هناك إيش وسيلة لتسيير هذه الأعمال. أيضا اتخاذ القرارات الملائمة والمناسبة، تكمن أهمية الإدارة الدولية في أنها تساعد على اتخاذ القرارات الملائمة والمناسبة. ايضا تتحمل على عاتقها مسؤوليه تحقيق الاهداف الاقتصاديه والاجتماعيه لكل مؤسسه من المؤسسات اهدافها. بلا شك انه الربح واحد من اهم الاهداف، لكن لكل منظمه او مؤسسه اهداف. ايضا مسؤوله عن بقاء واستمرار الشركات الدوليه. في الاخير كل هذه الفنون في الاداره والعلوم جاءت لتحقيق انتاجيه اعلى والبقاء على مستوى عالي من الاداء في المنظمات والشركات وغيرها. أيضا تمثل عنصرا أساسيا وضرورا لتحقيق عملية التوازن بين الشركات الفرعية. بعض الأحيان بيكون هناك شركات فرعية تقوم ب يعني عندك شركة وشركات فرعية متفرعة منها. مثلا تجد شركة المراعي مثلا في السعودية عندها أكثر من شركة فرعية، وعندها شركات إقليمية، وبالتالي تحتاج الإدارة الدولية من أجل تحقيق عملية التوازن وإدارة هذه الشركات المرتبطة بها. أيضا تحقيق التكامل بين الشركة الدولية للأعمال وبيئتها الدولية. خلونا نروح للكتاب شوية ثم نعود للسلايدات. طبعا هذا ناقشنا اللي هو وصف المقرر وتحدثنا عنه سابقا عند بداية المحاضرة، وتحدثنا أنه الفصل الأول في الأصل هو مصطلحات ومقدمة للمقرر، وتحدثنا عن مفهوم الشركات الدولية وهذه التعريفات، تحدثنا عن الشركات العالمية والشركات المتعددة الجنسية شرحناها. تقرأوا هذا الشرح إذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات للمحاضرة القادمة. أيضا تحدثنا عن المنظمات العامة ومنظمات الأعمال المحلية والاجتماعية والثقافية، وأيضا المنظمات الدولية ومنظمات الأعمال الدولية، وناقشنا هذا المخطط أيضا، وتعرفنا عن مفهوم إدارة الأعمال الدولية، وتعرفنا على انه فرع من فروع الاعمال العلوم الاداريه يهتم ب مدى تاثر وظائف وعناصر الاداره المحليه المختلفه عند انتقالها عبر الاقليم من دوله الى اخرى.
وتحدثنا عن أهمية البيئة، وتحدثنا عن البيئة الدولية وما هي المدخلات والعمليات والمخرجات. ثم كان عندنا نتحدث عن الأهداف والأهمية التي تسعى إدارة الأعمال الدولية لتحقيقها. ثم تحدثنا عن مدى انخراط ودخول الشركات الدولية في العمليات الدولية. طبعا من النقاط اللي تناقش عادة الشركات لما تكون عابرة للقارات، أنت لما تدخل بلد آخر في بعض القوانين والأنظمة تقيدك، فمثلا لو جيت ماليزيا لابد من شريك محلي. يعني مثلا أنت عندك شركة في اليمن تريد أن تفتح شركة في ماليزيا، لابد أن تبحث عن شريك محلي يكون معك ويأخذ نسبة، وبالتالي هنا تختلف القوانين، تختلف الثقافات، وبهذا يؤثر على الشركات والمنظمات، ويحتاج إلى اتخاذ أسلوب آخر في الإدارة والتنظيم. أيضا استخدام الموارد الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بأنواع مختلفة، وهذا ناقشناه وتحدثنا عنه سابقا، وتحدثنا عن تحقيق الربحية والتجديد والابتكار. أيضا في بعض الشركات تسعى للتجديد والابتكار في دخول أسواق جديدة حتى تستطيع أن تحقق ميزة تنافسية. إما أنها تذهب من بلدان فيها التنافسية عالية جدا، وعادة التجار هكذا عنده حس تجاري إنه البحث عن بيئة تكون فيها فرص عالية والتنافس فيها قليل، لأنه كلما كان التنافس عالي كلما كان هذا صالح طبعا المستهلك، لكنه بيصب في الأخير في تخفيض الأسعار وتقليل الربح. أيضا تحسين المركز التنافسي للشركة الدولية، فتريد مثلا بعض الشركات انه تحسن راس ما تحسن من وجودها في السوق وتسعى الى الصداره في مجالها. ايضا تحقيق رضا العاملين وتحسين اوضاعهم. وبالتالي كلما طبعا في هناك علاقه بين تحقيق رضا العاملين والربحيه، كلما زاد رضا العاملين كلما زادت الربحيه، لانه في الاخير بيشتغل بدافعيه وحافز اعلى. ايضا تحقيق رضا العملاء، كل الشركات عادة تولي العملاء أهمية كبيرة جدا، وتحاول إرضاء أذواقهم ورغباتهم، وتبحث عن الأذواق لكل بلد. فمثلا تجد بعض الشركات الدولية مثلا في مجال الأغذية، أنا ما بذكرش بعض الشركات بالأسماء، لكن هنا مثلا في ماليزيا هنا بيختلف الذوق عن الشرق الأوسط. الشرق الأوسط مثلا الخبز هو الوجبة الرئيسية الأولى، بتجد أنه هنا في ماليزيا الرز هو الوجبة الرئيسية. في الصباح مثلا يأكلون الرز، في الظهر وفي العشاء مثلا. الشركات الدولية خاصة في مجال الأغذية تقوم بعملية اللي نسميها باللغة العربية ايش نسميه، يعني المرونة هنا، يعني تحقق ما الذي يريده السوق، وبالتالي تلجأ إلى تغيير منتجاتها، تغيير أذواقها، ايضا وصفاتها بما يتناسب مع البيئه المحليه. فمثلا هذا في جنوب شرق اسيا عاده ما يضيف السكر للاكل. الشركات الدوليه اللي تفعل لنا مثلا في الشرق الاوسط اكل بيعتمد بدرجه اساسيه على الخبز، هنا بتعمل نفس الوصفات لكن تعتمد على الرز مثلا، وتضيف الى السكر كذوق جنوب شرق اسيوي مثلا، والبهارات والصوص وما الى ذلك، لانه العملاء اولا، وبالتالي ما الذي يطلبه العميل يحققه. أيضا في شيء اسمه المسؤولية الاجتماعية، وهذا مهم جدا، لأنه كل شركة هي لما تستثمر هي بلا شك تؤثر على المجتمع، وبالتالي لا بد أن تراعي مصالح هذا المجتمع. مراعاة مصالح هذا المجتمع بالمساهمة في الأعمال التي تخدم المجتمع، سواء الأعمال الخيرية والإنسانية وغيرها، إيجاد فرص عمل، المحافظة على البيئة، توزيع مثلا المواد الغذائية للمحتاجين، توفير فرص عمل، توفير منح، كل هذا نوع من المسؤولية الاجتماعية. أيضا تحقيق هدف التعاضد، وهو تحقيق أفضل نتائج ممكنة من خلال عملية المشاركة المتنوعة للموارد والأنشطة. إذا ما تحدثنا عن الأهمية، وهذا نعود للسلايدات، فلما نتكلم عن أهمية إدارة الأعمال الدولية، إدارة الأعمال الدولية هي الوسيلة والأداة الأساسية في تسيير أعمال الشركات. إذا أهمية إدارة الأعمال الدولية هي مكون أساسي من مكونات الإدارة، لكن قلنا هي الوسيلة والأداة الرئيسية الأساسية في تسيير أعمال الشركات الدولية.
فلاحظوا عندنا لما نتكلم عن الإدارة نتكلم عن مجموعة من الوظائف، نبدأ بالتخطيط، والتخطيط أولا نتحدث عن صياغة الرؤية والرسالة. عفوا بس نتأكد من الرابط إنه في مشكلة فيه، يبدو أنه لابد أفعل الستوب للمشاركة ونرسل الرابط مرة ثانية. إذا أهمية الإدارة الدولية، أولا أنها وسيلة لتسيير الشركات الدولية، مثل ما ذكرنا أنه أول وظيفة من وظائف الإدارة اللي هي التخطيط، والتخطيط يتحدث عن صياغة الرؤية والرسالة والأهداف والقيم لأي منظمة، وبالتالي هذا بيأثر بشكل كبير جدا على المنظمات وتوجيه العاملين فيها وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية. ثم أيضا أن إدارة الأعمال الدولية هي وسيلة لاتخاذ القرارات الملائمة والمناسبة، وبالتالي كيف ندير هذه الموارد سواء بشرية أو مالية أو مادية أو غيرها، وكيف نحقق أهداف هذه الشركة على الوجه الأمثل. أيضا إدارة الأعمال الدولية، هذا العلم والنظريات والفن وجد لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للشركات. كل شركة لديها أهداف اقتصادية في المقام الأول، تحقيق الربح، التوسع والاستحواذ على السوق وغيرها من الأهداف. أيضا عند بعض الشركات عندها أهداف اجتماعية، تطوير المجتمع، تمدينه، نشر الثقافة، كذا. أيضا إدارة الأعمال الدولية مسؤولة عن بقاء واستمرار الشركات الدولية، وهذا بيتطلب منها جهد كبير جدا لمواجهة التغيرات البيئية في الدول المتعددة، لأنه كما ذكرت لكم سابقا أنه العالم ليس ثقافة واحدة ولا لغة واحدة ولا عادات وتقاليد واحدة، بيختلف من بلد إلى آخر. أيضا القوانين والوضع الاجتماعي ونظرة الناس إلى الأجانب، كل هذا يؤثر على الشركات الدولية. فهناك كثير من البلدان اللي فتحت الاستثمار للشركات لكن وضعت بعض القوانين والأنظمة اللي تحد من استحواذ هذه الشركات وتسلطها على السوق مثلا، لأنه مهما كان يعني الشركات العالمية لما تدخل سوق محلي لا يستطيع الشركاء، عفوا لا تستطيع الشركات المحلية المنافسة، بالتالي بعض الدول تفرض أنه لابد من شركاء محليين حتى تحقق التوازن. أيضا عندي إدارة الأعمال الدولية تمثل عنصرا أساسيا وضروريا لتحقيق التوازن بين الشركات الفرعية. هنا دائما كما ذكرنا أن الشركات تشتغل في بيئات مختلفة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، وبالتالي نحتاج إلى تحقيق التوازن بين الأهداف المتعارضة للشركة والمساهمين والملاك، وأيضا التوازن بين الأهداف والاستراتيجيات والاتجاهات، وهذا كله تنظمه إدارة الأعمال الدولية. أيضا تعتبر كما ذكرنا البند الخامس مسؤولة، أو البند واو، مسؤولة عن تحقيق التكامل بين الشركة الدولية للأعمال وبيئتها الدولية. حتى لما تجي تفتح شركة مثلا في اليابان لابد أن تنظر إلى احتياجات المجتمع من السلع والخدمات التي ستوفرها، ما تأتي بذوق الشرق الأوسط مثلا جنوب شرق آسيا. كثير من المطاعم والمؤسسات الخدمية اللي فتحت مثلا في ماليزيا وإندونيسيا غلقت، لانه جاء فكره الشرق الاوسط يريد ينقل نسخه من الشرق الاوسط الى جنوب شرق اسيا. مختلف كليا البيئه، وبالتالي زبائنه فقط اما انه يركز على شريحه العرب ومن يحبذون الاكل العربي او الخدمات العربيه وهذا محدودين، او انه لابد ان يلبي احتياجات المجتمع ويبحث ماذا يريد المجتمع ويحاول ان يوفر هذه الاحتياجات ويلبي هذه الرغبات. عندنا في البند السادس تحدثنا عنه، عندنا أيضا لماذا تلجأ الدول، عفوا الشركات، إلى التوسع؟ الأسباب التي تدفع الشركات للتوسع. عندنا أول شيء العولمة. هل ممكن أحد يقول إيش معنى العولمة؟ نعم، اكتب على الشات أو افتح المايكات. التكنولوجيا. التكنولوجيا طبعا التكنولوجيا ساهمت في العولمة، جعلت العالم كله قرية واحدة، لكن في معنى أشمل من العولمة. هي ظاهرة طبعا كان سابقا في شغل إعلامي عليها يتصور على أنه يعني لما تحدث عن عولمة كانت تتكلم عن الاستعمار وأخذ الثروات طبعا
لو بسطناها مفهوم العولمة ببساطة هو إزالة الحواجز والمعوقات. مش يقول لك العالم قرية واحدة، معناه أنه أزال كل الحواجز والمعوقات وسهل الانتقال وانسياب الحركة وحركة الأموال وحركة المستثمرين وحركة والابتكارات والتقنية والتكنولوجيا. مثلا الآن أنت بتستخدم تطبيق فيسبوك، مثلا أنت موجود في السعودية ولا في جنوب شرق آسيا ولا في اليابان ولا في أي بلد، وبالتالي العالم أصبح قرية واحدة اليوم مع ثورة التقنية والسوشيال ميديا والتجارة الإلكترونية. أصبح العالم قرية واحدة، وبالتالي أصبح التنافس أشرس من ذي قبل. أنت ما بتنافس الآن الشركاء المحليين فقط، يعني أنت مثلا في السعودية الآن تشتري من أستراليا وتصل البضائع في فترة وجيزة وبسعر ربما أخفض من الأسعار الموجودة عندنا هنا. يعني شيء مرعب التقنية، مثلا في بعض الدول مثل أندونيسيا وصلت التجارة الإلكترونية من التطور إلى أنه ممكن تطلب السلعة في الآن وتصلك بعد ساعة ساعتين قضاء عندك في البيت، يعني أسهل من أنك تذهب تتسوق وترجع. هذا كله إسهامات التقنية في التجارة الدولية وفي الأعمال في إدارة الأعمال الدولية. فخلونا نعرف الآن العولمة كمصطلح. العولمة هي فقط ما نأخذها من جانب من إطار سياسي ولا إطار تقني وتجاري واقتصادي، وإنما بشكل أشمل. هي التكامل إحدى يعني، التكامل الاجتماعي السياسي نعم، هو إزالة الحواجز والمعوقات، تسهيل حركة التجارة وتسهيل رؤوس الأموال وانتقال المعلومات والتقنية، فتح الأبواب أيضا أمام انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال عفوا والمستثمرين والأيادي العاملة وغيرها، بهدف إحداث التنمية على كل المستويات سواء الثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والتقني. وبالتالي بعض الأحيان تركز العولمة على جوانب ثقافية، وهذا اللي يعني جعل البعض ينفر منها. العولمة هي التكامل، عمليات التكامل كما عرفها الكتاب يقول لك هي عملية التكامل، وهذا هو يعني ربما أقرب المصطلحات. عملية التكامل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتكنولوجي بين كل دول العالم. لكن اللي بعض الناس مباشرة لما يسمع كلمة عولمة بيبدأ يشعر بأنه كأنها مصطلح للاستعمار والإمبريالية ونص ثروات الشعوب والاستحواذ على القرارات السياسية والاجتماعية والثقافية. طبعا هم محقين في جزء، لأنه للأسف بلدان العالم الثالث تحولت إلى سوق لبلدان العالم المتقدم العالم الأول. فقط تأتي هذه الدول تأخذ الموارد والخيرات والثروات وكذا، ثم تعيد تصنيعها ثم تعيدها إلى بلدان العالم الثالث بأسعار باهظة. فمثلا يشتروا طن السيليكون مثلا ما يتجاوز $1000، ويتم تصنيعه مثلا في شركات ابل وسامسونج وغيرها من الشركات، ثم يعود هذا الطن السيليكون بملايين الدولارات عباره عن اجهزه وتليفونات وايبادات وغيرها. فهذا اللي جعل الكثير من الناس كلما تتحدث عن العولمه وعمليه التكامل يقول لك ما فيش حاجه اسمها تكامل، في عالم ضعيف يتم امتصاص ثرواته وهناك عالم متقدم يعمل على استغلال ومص ثروات الشعوب ودمائها ويبني حضارة مزعومة، وهناك مسحوقين ومحتاجين وفقراء ومساكين وبطالة وجياع في العالم الثالث ومغلبية في هذا العالم. هذا اللي جعل الكثير ينفر من مصطلح العولمة، لكنه العولمة بالمصطلح العلمي تعني التكامل الاجتماعي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي بين دول العالم. وبالتالي هي لا تشمل فقط الاقتصادي لوحده ولا الثقافي لوحده، وإنما تكامل بمنظور أشمل. من أهم الدلائل على حضور العولمة، هناك زيادة مضطردة كبيرة جدا لأعداد الشركات الدولية بمختلف أنشطتها وجنسياتها، وأيضا زيادة مضطردة في توظيفات رؤوس الأموال. مثلا تجد الدول المتقدمة اللي عندهم رؤوس أموال كبيرة جدا بيضخوا أموال كبيرة للاستثمارات والاستحواذ على الشركات، سواء المستثمرين من هذه الدول او بعض الاحيان الصناديق السياديه اللي تبع هذه الدول. عندنا في دول الخليج كل دوله لها صندوق سيادي، وبعض الدول عندها اكثر من صندوق. عبر هذه الصناديق يتم توفير اموال النفط للاستثمار، وبالتالي بيشتروا شركات ومنظمات ويساهموا في شركات عالميه
في أوروبا وأمريكا واليابان. أيضا تجد مثلا الصين بما تملك من وفر مالي كبير تقوم بعملية استثمار، لكن إما عن طريق المستثمرين وإما عن طريق الدولة نفسها تغرض الدول ثم تقوم بالاستحواذ والاستيلاء والسيطرة على الأصول. فمثلا تبني لك ميناء وتعجز عن السداد نظرا لزيادة الفوائد، تقوم الشركة بعد ذلك بالاستحواذ والسيطرة على الميناء. الكتاب أعطاكم يعني كلام كثير ممكن تقرأه حول هذا. أيضا التطور والتقدم التكنولوجي وهذا ناقشناه. أيضا تحرر التجارة العالمية، اليوم منظمات التجارة العالمية والكثير من الاتفاقات تجدون يعني اتفاقيات التجارة الحرة والإعفاء الضريبي تجدها بين أكثر من كثير من الدول، مثلا اتفاقيات بين دول الخليج، اتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مثلا، يعني تقريبا بيتعاملوا بدون ضرائب بدون جمارك كسوق واحد، السوق الأوروبي المشترك. أيضا هنا في جنوب شرق آسيا مجموعة من الآسيان يسموهم أو النمور الآسيوية عندهم اتفاقية اقتصادية أخرى، وبالتالي تحرر التجارة العالمية. طبعا هذا أفاد كثير من المنظمات من الشركات الكبيرة العملاقة والشركات العابرة للقارات والمتعددة الجنسيات، وكثير من دول العالم بدأت تفرض ضرائب وتمنع دخول سلع لأنه وجدت أنفسها يعني أمام إغراق للأسواق. انضبطوا بالكتاب، انضبطوا بالكتاب، التزموا بالكتاب في المذاكرة. أنا بس أعطيكم فكرة عامة في الأخير، هي بعض النقاط يتصب بنفس نفس المحتوى في نفس المحتوى. فتحرر التجارة العالمية بلا شك أسهم إسهاما كبيرا في العولمة، ولذلك كما ذكرت لكم إنه كثير من الدول لجأت إلى فرض ضرائب ومنع بعض السلع لمواجهة سياسة الإغراق. لما نتكلم عن الإغراق معناه إنه تكون هناك شركات قادرة على الإنتاج وعندها رأس مال كبير جدا تريد أن تحتل سوق معين، هي ما بتستطيع تخرج المنافسين لكن تقوم بعملية إغراق السوق بالمنتجات وتخفض منتجاتها حتى يخرج العملاء، ثم بعد ذلك تقوم بعملية رفع السعر. يعني مثلا نقول ان شركه صينيه جاءت الى السعوديه والى اليمن تبيع مثلا منتج من منتجات مواد البناء، في منتجين محليين لكن اسعارهم غاليه، فتقوم الشركه الصينيه بالتخفيض الى ادنى مستوى، بالتالي هذه المصانع المحليه تعجز عن المنافسه فتلجا الى تقليص الانتاج والخروج من السوق او بعض الاحيان اغلاق المصانع او تغيير النشاط، ثم بعد ذلك تقوم هذه الشركات رفع الأسعار والاستفادة من وجودها كمنافس أو كمحتكر للسوق. أيضا عندنا التكامل الاقتصادي الإقليمي وتحدثنا عنه، الاتفاقيات الإقليمية الآسيان دول الخليج العربي أوروبا مثلا، التجمع الاقتصادي الإفريقي أمريكا الشمالية مثلا كندا والولايات المتحدة في اتفاقية شراكة وهكذا. إذا هل ممكن تذكروا لي مزايا وعيوب العولمة؟ ما هي مزايا وعيوب العولمة؟ من دون ما تشوفوا من الكتاب، بس اذكروا لي عن بعض المزايا والعيوب من وجهة نظركم في الكتاب. عقبة المنافسة للشركات الصغيرة، صحيح هذا من عيوب العولمة، تصبح انه مثل الاسماك الصغيرة امام الحيتان، يعني الشركات العملاقة حيتان كبيرة. المزايا أيضا ظهور منتجات جودتها عالية بسعر أقل يعني. هذا ميزة للمستهلك طبعا. نعم جد انه كثير من الدول ربما عندها هدف توطين الصناعة، وبالتالي هذا يعتبر عندهم ليس ميزة وإنما يعني مهدد. يقول لك أنا هذه الشركة، نعم من المزايا هو التعرف على مصادر أرخص لكن قد تكون عيب في اللي بعض الدول، يعني بدل ما هي ميزة بتكون من العيوب الموجودة، لأنه كثير من الدول تلجأ إلى الاكتفاء الذاتي. معنى الاكتفاء الذاتي الحرص على بقاء رؤوس الأموال في البلد، الحرص على عدم خروج العملات الصعبة. ممتاز، زيادة الشركات العالمية تزداد أرباح الشركات الدولية تطور التكنولوجيا. فعلا حتى مثلا لما يكون معك بيئة مثل بيئة كوريا الشمالية مثلا تمنع الاستيراد أو دخول شركات أخرى. أنتم لو قارنتوا كوريا الشمالية مع كوريا الجنوبية مثلا،
كوريا الشمالية نظام اشتراكي يمنع دخول رؤوس الأموال، يمنع المستثمرين، يمنع البضائع من دول أخرى إلا المقنن والمصرح لها، وبين سوق مفتوح مثل كوريا الجنوبية. كيف يعني؟ جعل منها دولة من الدول المتقدمة، دولة من دول العالم الأول اللي تميز باقتصاد رقمي عالي جدا، أيضا كوادر ممتازة، يعني سوق مفتوح لدخول المستثمرين والشركات العالمية. لكن طبعا إذا لم تقم بعمل التنمية للمجتمع أن تخسر أمام المنافسة، صحيح استيراد المنتجات التي لا تستطيع إنتاجها. إذا نواصل، وإذا عندكم شيء اكتبوه في تشات. أيضا من الأسباب التي تدفع الشركات للتوسع تشبع السوق المحلي بمنتجات الشركة، فتجد مثلا في عندهم رأس مال وفي عندهم إمكانية للتصدر والخروج من السوق المحلي، وبالتالي البحث عن أسواق جديدة. يعني لما أتكلم عن مجموعة بيت هايل مثلا، فاليمني محدود وإن كان القوة الشرائية قليلة، وبالتالي بدأوا يبحثوا عن أسواق أخرى للتوسع، مثلا السعودية والخليج، جنوب شرق آسيا وكذا، وإفريقيا. أيضا توفر بعض الإنتاج بتكلفة أقل في الخارج. لو أعطينا مثال، جنوب شرق آسيا تقريبا المصدر الرئيسي لزيوت النخيل، زيت النخيل المعروف هذا، زيت الطبخ، بيأتي معظم الزيت من هذه البلدان. وبالتالي نجد شركة مثلا مثل مجموعة بيت هايل عاملين مصنع هنا ومزارع كبيرة جدا في ماليزيا وفي أندونيسيا، لأنه بيوفر لهم الإنتاج بتكلفة أقل، وبالتالي إمكانية المنافسة في الأسواق الأخرى وبيع في بل محتكرين بعض الأسواق مثل سوق اليمن تقريبا. أيضا المنافسة الدولية أتاحت فرصة للشركات دخول أسواق جديدة والمنافسة والحصول على يعني ميزات في بعض الدول تمنح ميزات غير عادية في مجال الاستثمار، خاصة دول الاقتصادات الناشئة، فتعطيك الأرض مجان وتعفيك إعفاء ضريبي لمدة معينة وهكذا. لأنه مثل ما تعرف أي استثمار بيدخل البلد وبيوظف العمالة، بيزيد من يعني تحريك عجلة الاقتصاد وغيره. أيضا هناك وضع من الأمور اللي أدت إلى شركة دفعت الشركات للتوسع، ووضع قيود على الاستيراد من قبل بعض الدول. يعني مثلا الصين في عندهم قيود على بعض المنتجات، وأمريكا مثلا الاتحاد الأوروبي فعلي قيود على بعض المنتجات في الصين، ما تستطيع مثلا الصين تستورد. مثلا في آخر الأزمة كانت حول اللي نسموه الشيبس ذا باللغة العربية، شو نسميه، الرقائق اللي تدخل فيها في معظم الصناعات، وبالتالي كان هناك حظر على الصين وعلى الشركات الصينية من استيرادها. حاولت مثلا هواوي التوسع في بعض الدول لكن تم إغلاقها، تم مواجهتها بعنف، لأنه مسألة لما أتكلم عن مثلا التنافس الدولي بين الصين وأمريكا في مجال التنافس التقني بالذات، مسألة تكاد تكون مسألة سلم وحرب يعني، أو حياة وموت لكلا البلدين. وبالتالي قيود الاستيراد من بعض الدول لجأت الشركات إلى الخروج من هذه الدول. يعني مثلا شركات في الصين ما استطاعت البقاء في الصين، لأنه أو خلاص بتصنع المنتجات أو القطع التي لا تحتاج إلى هذا النوع من التقنية مثلا، والباقي تصنعه في بلد آخر. أيضا العوائق الموجودة في البلد الأم، بعض الشركات إما لأسباب اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية تخرج من بلدها والبحث عن أسواق فيها حرية وفيها كذا وفيها استقرار، وهذا لا يخفاكم في أمثلة ونماذج كثيرة جدا في عالمنا. أيضا الحجم الكبير للإنتاج كما ذكرتم، وهذا واضح وسلفنا في شرحه، يعني الشركات العملاقة بلا شك تبحث عن أسواق كبيرة. ولما نتحدث عن الأسواق لا نتكلم عن عدد السكان فقط، إنما نتكلم أيضا عن القوة الشرائية. القوة الشرائية مثلا في بلد مثل البحرين كم عدد سكانه؟ قليل جدا، ما يتجاوز مثلا تقريبا إلى حدود 3 مليون 4 مليون،
بينما تجد مثلا السوق ممتاز افضل من اليمن، ليش؟ لانه القوه الشرائيه عاليه. ولا بلد مثل سنغافوره في 5 مليون افضل من بلد مثل يعني مثلا بنغلاديش او كذا. وبالتالي البلدان لا يعني عندما ننظر للاسواق لا ننظر فقط الى عدد سكان البلد، انما ننظر ايضا الى القوه الشرائيه وحجم الاقتصاد وحجم الاستثمارات الموجوده والتسهيلات الموجوده في البلد. ذكرتم ايضا من المشاركه اللي كتبتها في الشات امتلاك علامه تجاريه قويه. طبعا شركات الاغذيه اللي هذه الايام عليها حملات في المقاطعه وكذا، عاده هي تتبع يعني تجار عالميين، يعني هنا نجد ماك وغيرها، تجد ان علامه تجاريه عالميه ولا مثلا. فهذه التجاره بيبيعوا فرانشايز، بيبيعوا ايش يسموه الحقوق، يعني يجد مستثمر ماليزي يشتري الحقوق من هذه الشركة وبتعطيهم مقابل دفع 20% 15% بين هذين، تتراوح بين 10 إلى 20% من المبيعات أو من الأرباح، تختلف من شركة إلى أخرى، ولا تعطي شيء إلا الوصفات وبعض التقنية أيضا المواصفات والديزاين وكذا، وكل رأس المال بيكون محلي. وبالتالي هذه العلامة التجارية يدفعها لاستغلالها عالميا. معظم الشركات الأغذية هذه الموجودة في تقريبا معظم الأقطار هي تشتغل بهذا الشغل، ما تملكها الشركة الأم، لكن تأخذ من أرباحها ومبيعاتها. وبالتالي هذه حملة المقاطعة اليوم اللي بتسمعوا عليها، المقاطعة شركات الأغذية الأمريكية اللي تدعم إسرائيل بشكل واضح، يقول لك في بيانات أنا شفت الأسبوع الماضي بيانات من طبعا هذه إدارة الأعمال الدولية مهم جدا ركزوا عليها، شفت البيان حق السعودية وقطر والبحرين تركيا ومصر كذا، طبعا الصياغه تقريبا شبه واحده، تجد انه هذا بتخضع في الاخير لاداره واحده اللي هو اداره التنسيق. صحيح انه في كل بلد في شركه مشغله وهي اللي حاصله على الحقوق، لكن في الاخير تخضع لسياسات الشركه العالميه. فمثلا يقولوا في الشرق الاوسط تقول هذه الشركات محليه 100% ولا تذهب ارباحها لاحد وكذا، هذا مخالف طبعا للاتفاقات الموجودة بينها وبين الشركات وتكذب على جمهورها. الحقيقة هي تدفع جزء من المبيعات أو من الأرباح للشركة الأم. يعني مثلا عندنا في ماليزيا قرأت البيان حق ماكدونالدز، ما قالوا إنه إحنا ما 100% مملوكة للماليزيين وما ندفع لأنهم عارفين إنه الماليزيين الوعي عالي جدا وبيكذبوهم. قالوا لا، إحنا بالنسبة لنا إحنا شركة محلية لمالك الامتياز هنا، وبيننا وبين الشركة الأم عقد يعني. وهم بيعطونا الخبرة والمواد ومش عارف كذا مقابل نسبة. أنا يعني لاحظ أنه بعض الأحيان يعني يضربوا على البعد الثقافي للبلدان، وهذا جزء من العولمة. ونحن ندفع الزكاة من البيان الماليزي اللي قرأته، ونحن ندفع الزكاة مبلغ قدره كذا سنويا ونحن مسلمين وكذا. ليش؟ لأنه هو بيخاطب الجمهور المسلم. هذا شغل العولمة طبعا، العولمة الثقافية والاقتصادية إنه والاجتماعية لا تصادم ثقافة المجتمع، لا تصادم ثقافة المجتمع. تجد مثلا ماكدونالدز في الشرق الأوسط قالوا ما لنا علاقة بالشركة الأم لا من قريب ولا من بعيد، إحنا ملاك محليين وكذا، وهذا أيضا كذب وفي نوع من الغش للزبائن. هذه الشركات تدفع جزء من أرباحها وجزء من مبيعاتها للشركة الأم مقابل الخبرة والمواد والديزاين وغيرها من الأمور. وهناك يعني مثلا ادارات اقليميه تدير هذه الفروع، تدير ما يخصها بحسب العقود. يعني صح انه يعطيك يعني من العقد، فمثلا شركه ماكدونالدز مصر في مره تعاقدت مع فنان مشهور، فنان شعبي مشهور لكنه كان معادي للصهاينه. فاول ما علمت الشركه العالميه انه الشركه المحليه في مصر تتوقع مع العقد، وقفت العقد مباشره لانه لها حق فسخ العقد وسحب العلامه التجاريه. وبالتالي ما تستطيع تعارض الشركه المحليه بتقول انتم ما لكم علاقه. هذا نوع من انواع ايش اللي هو امتلاك الشركه علامه تجاريه قويه، تستطيع دخول اسواق اخرى بدون ان تدفع شيء بل تكسب. ايضا متابعه زبائن الرئيسيين في العالم. يعني انا لما يكون عندي عدد كبير من الزبائن في بلد من البلدان افتح فرع عندهم حتى اتابع رغباتهم مشاكلهم، مثل ما تعمل مثلا الشركات العالميه، شركه السيارات العالميه تجد بيوتها مثلا معها فرع في السعوديه او وكيل في السعوديه، عندها مثلا فروع في جنوب شرق اسيا وكذا،
او وكالات، وبالتالي هذا الوكيل بيمثل الشركه الام، او ربما تكون الشركه نفسها عندها فرع. نواصل، عندكم شيء قبل ان ننتقل؟ طبعا الكلام على الشركات العالميه كلام جيد ورائع، هذا ملخص، هذا الجدول اللي امامكم موجود في الكتاب، ملخص لاسباب دخول الشركات للاسواق الدوليه. عندكم العولمه، تشبع السوق المحلي بمنتجات الشركه، توفر بعض عناصر الانتاج تكلفه اقل، المنافسه الدوليه، وضع قيود على الاستيراد من قبل الدول الاجنبيه، ايضا العوائق الموجوده في الدوله الام، وايضا الحجم الكبير للانتاج، تخفيض وتقليص التكاليف، تكاليف النقل، امتلاك الشركه علامه تجاريه قويه، متابعه زبائنها الرئيسيين في العالم. لتخفيض وتقليص التكاليف النقل، هذه ما شرحناها تقريبا. تعرف انه الانتاج في بلد اللي تكلمنا عنها، لكن يعني انا لما اجلب المواد الخام من افريقيا مثلا الى الصين، وقم بعمليه الانتاج في الصين، ثم مره ثانيه رجعها الى افريقيا وبيعها، ولا في تكاليف. فبعض الشركات تلجا الى انه تبحث عن اقرب بلد مستقر. يعني مثلا عندنا في القرن الافريقي، للاسف اليمن حرمت هذا بسبب عدم الاستقرار، تجد ان الشركات العالميه اما استقرت في دبي واما استقرت في جيبوتي، ويكون جمهورها مثلا في اليمن مثلا. في حد رافع يده؟ تفضل رافع يده. حمدان تفضل، لا تريد تقول شيء. نواصل، عندنا اشكال الاعمال او الاستراتيجيات الدوليه، وهذا موجود عندكم بالكتاب. في هناك استراتيجيات متعددة لدخول الأسواق العالمية. كيف أدخل سوق؟ يعني مثلا لما تخطط شركة صينية للدخول إلى اليمن، تبدأ تعمل لها مجموعة من عندها من تحليل البيئة عبر مجموعة من الخبراء، لبحث الاستراتيجية الأنسب للوصول لهذا السوق. طبعا الاستراتيجيات هم بيأخذوا عادة بعين الاعتبار كل العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية والدينية والثقافية لاختيار العنصر الأنسب. فمثلا قد يقول لك هذا البلد أنا أدخله عبر التصدير والاستيراد، ما أحتاج أنه أفتح لي فرع هناك، فقط أستورد الأشياء اللي أحتاجها من هذا البلد وأصدر إليه ما عندي من بضائع بدون مساعدة أي وسيط، وهذا نسميه التصدير المباشر. في عندنا نوع آخر للتصدير غير المباشر، نبيع هذه المنتجات إلى يعني إيش نسميه، وكيل، إيجنت عفوا باللغة العربية وكيل، في هذا البلد، هو يقوم بعملية الاستيراد من عندي والبيع في هذا البلد. فمثلا تجد تويوتا مثلا وكلاء في الخليج في اليمن، يقوم بعملية الاستيراد من اليابان او من وكلاء او من شركه من مصانع تويوتا المختلفه، ثم بيعها في البلد. عندنا النوع الثاني اللي هو الترخيص، والترخيص موافقه الشركه المالكه تمنح رخصه لشركه اخرى موجوده، اما لبيع المنتجات او لتسويق هذه المنتجات او لتسويق الخدمات، نظير المبالغ وهذه اللي ذكرناها من ضمنها عقود الامتياز اللي ذكرناها في مصانع، يعني مطعم كنتاكي، شيرتون مثلا. شيرتون تجد انه في الاخير ماش فندق، والمالك له اللي في امريكا مثلا واللي في فرنسا، تجد انه في الاخير هذه عقود امتياز في شركات محليه اخذت الاسم بمقابل مادي، ووفق عقد محدد فيه الشروط والتفاصيل، وما الذي يجب وما الذي يجب وما الذي يصلح وما لا يصلح وهكذا. ايضا عقود التصنيع، بعض الشركات مثلا في اليمن الى الصين، شوف مصنع اقول انت تشتري منتج كذا كذا طبعا، وتفعل عليه صنع في اليمن ولا صنع في الصين مثلا، البلد اللي تبغاه. طبعا هذا في الصين حكرا طبعا، وبعض الدول بدل ما يفعل مصنع ويجهزه بيروح في مصانع هي بحسب الطلب، بحسب الاوردر اللي بيجيهم، بيعدل لك الطلبيات على ما تريد انت، خط الانتاج يتعدل على المواصفات اللي تريدها انت. وبالتالي هذه عقود التصنيع تقوم الشركة الموجودة مثلا في اليمن بالتعاقد مع شركة دولية أخرى لصناعة منتج معين، ووضع عليه المواصفات الموجودة،
لأن الإنتاج فيها أقل. مثلا بعض الشركات تلجأ إلى صناعة الملابس في بنغلاديش، شركة الملابس العالمية تصنع كثير منها ملابسها في بنغلاديش، وتوضع عليها علامة تجارية. ليش؟ لأنه في بنغلاديش الأيادي العاملة موجودة ورخيصة، والمواد الخام متوفرة. مثلا أو الصين، بتجد إنه أبل مثلا بتصنع في الصين، تجد مثلا شركة لينفو مثلا موجودة في فيتنام مثلا، أو في سامسونج موجودة في ماليزيا ولا في أندونيسيا، وهكذا. التصنيع الأجنبي، وهذه استراتيجية أخرى أيضا. وفي هذا التصنيع الأجنبي، وهذا شكل من أشكال الأعمال الدولية، عمل شراكة بين شركتين للتصنيع في هذا البلد ثم التصدير، نوع من التحالف. أيضا الامتلاك الكامل للمشروع، يكون عندك مشروع في بلد آخر لكن تمتلكه شركة أخرى. في عندنا عمليات مشروعات أو تسليم مفتاح، يكون عند شركة عندها خبرة كافية، أطلب منها تجهز لي مشروع وتدرب لي العمالة وتسلم لي المصنع جاهز مع العمالة المدربة مع توفير المواد الخام. وهذا نسميه مشروعات تسليم مفتاح أو تورنكي بروجكتس. عندنا محفظة الاستثمار، نقل التمويل من بلد إلى آخر، وهذا عادة البلدان الغنية واللي عندهم مصادر دخل عالي، اللي عندهم صناديق سيادية بتقوم بالاستثمار والتمويل في شركات أخرى. أيضا في عقود إدارية اللي نسميها قيام شركة عندها خبرة تدير منشآت لشركات أخرى مقابل عائد مالي. تجد بعض الشركات العالمية حتى يقول لك ما نضيع جهدنا ونشاطنا، بيسلموا بعض الشركات لشركات أخرى عندهم خبرة وكفاءة، وبالتالي هم أقدر على إدارة هذه الشركات مع الاحتفاظ بالاسم والمنتج وكذا، كله يخضع للشركة الأم. إذا تكلمنا عن هذه السبعة الأشكال، وهذه موجودة عندكم الآن، العقود الإدارية أيضا تكلمنا عليها في السلايدات، وهذه خلاصة. فعندنا الآن اللي هو تطور الشركات الدولية، كيف تطور مفهوم إدارة الشركات الدولية، وهذا عندكم موجود في الكتاب. أو عندنا مجموعة من المراحل، مرحلة عندنا 6 7 مراحل موجودة أمامكم. أول شيء الاستفسار الخارجي عن منتجات الشركة. يجي رجل أعمال من اليمن ولا من السعودية رايح على الصين، شاف منتج من منتجات الشركة، يقول لهم والله انا عجبني ذا المنتج، فممكن انا ابيعه لكم في اليمن او في السعوديه. نقول اوكي. وهذا اللي هو ايش؟ الاستفسار الخارجي عن منتجات الشركه، اما عبر مكتب او شركه محليه، وبالتالي بيكون هناك فائده للجميع. يتم ترتيب عقد. هذه المرحله الاولى. اذا المرحلة الأولى بيجي رجل أعمال أو شركة محلية إلى الشركة الأم، والاتفاق معها على استيراد منتج. المرحلة الثانية اللي هي تعيين مدير للتصدير. يعني مثلا أنا لما شركتي تبدأ ما شاء الله، يعني غطيت السوق وبدأت أطلع إلى أسواق أخرى، بعض الأحيان مش شرط إني أغطي السوق. يعني مثلا عندي مثلا العود في أندونيسيا، العود في أندونيسيا موجود لكن وموجود مطلوب محليا، ومطلوب ايضا في الاسواق في جنوب شرق اسيا، لكن لا يمكن مقارنته في السعوديه. طبعا عندما انا لما اشتري العود في اندونيسيا بيشتري باسعار رخيصه، موجود متوفر، لا يعني مش رخيصه مره، لكن يعني ارخص بكثير من الخليج او من اي دوله اخرى. وبالتالي انا ما اريد اغطي السوق المحليه في اندونيسيا، اذهب للبحث عن زبائن وعملاء في دول الخليج للتصدير اليهم. وبالتالي هنا الشركه تقوم بعمليه تعيين مدير للتصدير، يتبعه مجموعه من الموظفين، وهذا هدفهم البحث عن اسواق خارجيه، ويتبع مدير التصدير في البدايه مدير التسويق، ثم بعد ذلك وعندما يتحسن يتبع المدير التنفيذي. يعني هذا تنظيم هرمي داخل الشركه. في البدايه ممكن هذا المدير أو مدير التصدير يتبع مدير التسويق في الشركة.
عندما يكبر حجم التسويق ممكن يتباع المدير التنفيذي الى ترتيبات اداريه داخليه، ما نشغلكم بها الان. عندما يكبر القسم ننشئ قسم للتصدير، اول شيء كان معنا في المرحله الثانيه مدير للتصدير دون انشاء قسم، كان يتبع التسويق، الان نفعل قسم للتصدير ونمارس البيع مباشره. عندما يتصاعد المبيعات وتكثر المبيعات وتبدا الاسواق تتسع، نبدا ننشئ قسم غير التسويق نسميه التصدير، ونتخلى عن الوسيط المحلي ونبدا البيع مباشره الى السوق. المرحلة الرابعة إنشاء فروع المبيعات في الخارج لتصبح شركة فرعية، وهذا التوسع يعني مثلا عندنا شركة تويوتا، أقول لك أنا خلاص يعني في أندلسيا سوق كبير جدا، لا يمكن أفعل وكيل أو مجرد مكتب، لابد أفتح فرع مبيعات. طبعا بعض الشركات تتجاوز هذا إلى أنه تنتج في البلد نفسه، وهو مسؤولية مباشرة مدير المبيعات في هذا البلد عن المبيعات في هذا البلد أمام الشركة الأم. قد تصبح هناك شركة فرعية، يعني مثلا تويوتا أندلسيا شركة فرعية تتبع الشركة الأم. المرحلة الخامسة التجميع في البلدان في الدول الأجنبية، هذا مرحلة متقدمة لكنها قبل إيش فتح فرع كامل للشركة، وهذا هو اللي تقوم به الشركات التقنية. بتجي مثلا بعض الشركات تصنع المعالجات في ماليزيا مثلا، وتصنع الغلاف ومش عارف والوايرات وكذا في الهند، تصنع في الصين أشباه الموصلات مش عارف كذا، وتصنع البطاريات مثلا في كوريا الجنوبية وكذا. فبالتالي هذا اللي يسمى التجميع، وهم عادة ما تبحث الشركات عن التسهيلات، فمثلا بدل أن تدفع نسبة ضرائب عالية جدا في أمريكا، بتلجأ إلى دولة مثل الصين تشجع الاستثمار وتمنح، يعني الصين سابقا غير الصين الآن، طبعا الصين الآن بدأت تشد قليلا، سابقا كانت سوق مفتوح كل من يفكر بفكرة يأتي إلى الصين ويفتح مصنع. أيضا العمالة الرخيصة، التعرفة الجمركية وغيرها من هذه العوامل. المرحلة السادسة للإنتاج في الخارج، وهذه اللي بعض الشركات تلجأ إلى أنه تنتج من الألف للياء في الخارج، يعني تجده مثلا تويوتا كمثال تنتج في أندونيسيا، تنتج في أمريكا، تنتج في الصين، فما عاد أصبحت أنه فقط في اليابان عبر عقود تصنيع أو عبر تراخيص وغيرها. المرحلة السابعة لإيجاد التكامل بين الشركات الفرعية، وهذا أعلى شيء في إدارة الأعمال الدولية. يكون عندك مثلا شركة في أمريكا وفرعها في بريطانيا وفرع في اليمن، مثل مجموعة بيت هايل مثلا، مجموعة السعيد، تجدون المقر الرئيسي في اليمن وعندها فرع في السعودية، فرع في ماليزيا، في أندونيسيا، وفرع في دبي، فرع في بريطانيا، وبالتالي هذه أصبحت شركات فرعية من الشركة الأم. قبل أن ننتقل إلى البند اللي بعده، الفصل اللي بعده، أكملنا الآن فصل. طبعا الكلام بيجر بعضه، والمادة شيقة ورائعة، ولكن نحتاج إنه بعض الأحيان نتجاوز كثيرا، وأنتم تقرؤوا إذا عندكم أسئلة أو استفسارات ممكن أن نناقشها في إما في نهاية المحاضرة أو في المحاضرة القادمة. حد عنده سؤال إضافة يكتب لي على الشات، نعطي دقيقة واحدة قبل أن ننطلق إلى الفصل الثاني. عادة الأسئلة متنوعة، في صح وخطأ، في اختيار متعدد واختيار وحيد. يعني مثلا يكون عندك لو قلنا سؤال مثلا هنا، عفوا في السلايدات، من المراحل مثلا يعطيك مثلا يقول لك من مراحل تطور الشركات الدولية التالي، يعطيك 4 خيارات، 2 خطأ واثنين صح، يشوف مدى ايش فهمك، ولا يعطيك مثلا من اختيار متعدد من اشكال الاستراتيجيات الدولية، العقود الإدارية، محفظة الاستثمار، كذا كذا، يعطيك 3 صح و1 خطأ، بنشوف ايش هذا نوع من انواع الاسئله. وفي صح وخطا، وفي ايضا اختيار وحيد،
مش عارف هذه المادة فيها مقالي أم لا، بسأل إن شاء الله. غيره سؤال ثاني، الآن نتكلم عن البيئة وتحليل البيئة. أنا بس بعرض لكم هذا لوحده، يعني تحليل البيئة ندرب عليه تقريبا في حدود 7 أيام، تحليل البيئة لوحده، لأنه فيه تقنيات كثيرة. مثلا هذه دورة في تحليل البيئة الخارجية، بس بستعرض لكم بشكل سريع ثم نرجع إلى موضوعنا. أول خطوة في التخطيط هي تحليل البيئة. عندكم مثلا نموذج سوات تحليل البيئة الخارجية والداخلية، وبتركز على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، على دورة تدريبية فقط من باب العلم يعني، لكن نعطيكم فكرة عامة. ثم نختار الاستراتيجية الأنسب لنا المنظمة. قد تكون الاستراتيجية القوة مع الفرص، استراتيجية دفاعية أو هجومية أو التفافية، يعني مثلا عندنا هنا في المثال هذا الموجود، عفوا، قد تكون استراتيجيتنا هجومية أو التفاف ودعم أو تنويع أو دفاعية، تختلف باختلاف السوق. هذا نوع من الأسلوب من الأساليب. الأسلوب الثاني اللي هو بيكسل تحليل البيئة، وهذا النوع نتحدث عن تحليل البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والبيئية والقوانين. هل بيظهر عندكم سلايد؟ واضح هذا السلايد الملون؟ هذا الآن بيظهر عندكم اللي هو تفسير كلمة بسم. لما أحلل البيئة أنا أحلل مجموعة من هذه، واحدة من الاستراتيجيات أو واحدة من التقنيات نسميها بيكسل، اللي هي إيش؟ اختصار لست كلمات بي إي إس تي إي إل، يعني الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والبيئية والقوانين. ونتناول في كل مجموعة منها قصدي العوامل اللي تأثر على الشركات. طبعا هذا واحد. الأمر الثاني، التقنية الأخرى اللي هي تقنية سوات، تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. التهديدات والفرص والضعف ونقاط القوة، وهذا اللي نسموه تحليل السوات، وهو مشهور جدا. هذا بس من باب العلم. ونعود إلى موضوعنا وسلايداتنا المحاضرة. مثل ما ذكرنا إنه نحلل البيئة، بيئة الشركات من عندنا، بيئة الشركة عندنا مثلا، أين تعمل شركتنا، وبالتالي نقوم بعملية تحليل البيئة الاقتصادية والقانونية والثقافية والسياسية والسكانية والتكنولوجية، في مجموعة من التقنيات والأساليب اللي من ضمنها سوات، من ضمنها أيضا بيستل، وهذه التقنيات ندرب عليها بعض المتخصصين في التخطيط الاستراتيجي. البيئة الخارجية كل ما يحيط بالمنظمة أو ما يحيط بالشركة من عوامل خارجية. هذا الفصل الموجود الفصل الثاني بيتحدث معكم على مجموعة من العوامل اللي كما ترون في السلايدز. ولنا البيئة الاقتصادية، وبيتناول بعدها البيئة القانونية والسياسية والبيئة الثقافية والاجتماعية والبيئة التقنية والتكنولوجية. عندي في المكونات البيئة الاقتصادية الدولية، عندي الأنظمة الاقتصادية الرئيسية، عندنا الدول أيضا المتقدمة مقابل الدول الأقل نموا. لما نتكلم عن البيئة الاقتصادية الدولية، درجة النمو والتطور الاقتصادي، الميزان التجاري، ميزان المدفوعات، التكتلات الاقتصادية، البنية التحتية، إجمالي الناتج القومي، معدلات التضخم، الاستثمار الخاص، النمط الاستهلاكي للأفراد، معدل سعر الصرف. بمر مرور سريع عليها لأنه ما عندنا وقت كافي لنناقش كل شيء. فمثلا العوامل، من العوامل نظام الاقتصاد الحر، نتحدث عن السوق اللي يحكمه العرض والطلب. هذا الليبرالية، لما أتكلم عن الليبرالية الاقتصادية يعني إيش؟ السوق اللي يحكمه العرض والطلب، ما نسعر ولا نحدد سقف للأسعار، فقط السوق هو من يحدد السعر بناء على العرض والطلب. وهذه من أشهر الدول اللي تطبق هذا. أول الاقتصاد الرأسمالي هو الآن تقريبا سائد في كل العالم، ما عدا بعض الدول اللي لا زالت في الاقتصاد الاشتراكي مثل كوبا وكوريا الشمالية والصين نوعا ما في بعض الجوانب.
والا فاقتصاد الصين ايضا اقتصاد حر. ايضا الاقتصاد الموجه هذا الاقتصاد اللي فيه تخطيط مركزي، بالتالي الحكومه تسيطر على كل الانشطه الاقتصاديه. لا يزال يمارس في كوريا الشماليه وكوبا وبعض الدول الان مثل ما كان سابقا في اليمن. يعني الدوله هي اللي تملك كل شيء وهي من تسيطر على كل شيء. عندنا اقتصاد مختلط، أغلب الصناعات مملوكة للدولة، لكن هناك في شركات خاصة مسيطرة على بعض الشركات، وبالتالي بين الفترة والأخرى نسمع عن إيش؟ الخصخصة، بيع ممتلكات الدولة للتجار. لما نتكلم عن البيئة، نحلل بيئة الدولة، هل الدولة من المتقدمة أم دولة من الأقل نموا أم اقتصادات ناشئة؟ نتكلم عن اقتصاد العالم المتقدم او المتحضر للعالم الاول، نتكلم عن امريكا واوروبا وبعض الدول، اليابان مثلا، سنغافوره وكوريا الجنوبيه. وان كانت الصين تعد نفسها الان دوله ناميه ما تريد تدخل من الدول المتقدمه لاسباب لها علاقه بالميزات في ميزان عفوا الميزات في التبادل التجاري، يعني اعفاءات وكذا. وعندك دول ناشئه، اللي اقتصاداتها ناشئه مؤهله تكون اقتصادات قويه مثل البرازيل، تركيا، المكسيك، الهند، ايضا اندونيسيا والسعوديه وايران بعض الشيء، مصر، هذه جنوب افريقيا، اقتصادات ربما نيجيريا ايضا. في دول اقل نموا هي دول العالم الثالث، وهذه معظم دول افريقيا وامريكا اللاتينيه دول آسيا، للدول الفقيرة جدا والفقر المدقع وكذا. وهذا لعدة أسباب تتعلق بالبيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كما تعرفون، في تداخل كبير جدا. أيضا محلل درجة النمو والتطور الاقتصادي، عندك دول نامية ودول متقدمة ودول تعتمد على اقتصاد بدائي ودول تعتمد على الاقتصاد المعرفي ودول تعتمد على الاقتصاد الصناعي. فمثلا بعض الدول الاقتصاد ريعي، دقيقة بس، نسميه مجموعة الدول الاقتصاد الريعي. الاقتصاد الريعي اللي قائم على ما أنتجته هذه الدول من مواد خام باعته، يعني الدول اللي تعتمد بشكل رئيسي على النفط وتبيعه، هذا اقتصاد ريعي. مجرد ما تكمل هذه الموارد مثل الجزيرة هنا في جنوب شرق آسيا في المحيط الهادئ، كانت تعتمد على الفوسفات بشكل كبير جدا لأنه كانت محط هجرة العصافير أو الطيور. الطيور عندما تهاجر كانت تحط في هذه الدولة، وبالتالي تكونت عناصر كبيرة جدا من الفوسفات. الفوسفات هو يستخدم في السماد. فالدولة كانت من كبار منتجي الفوسفات، حتى إذا نفد وانتهى أصبحت هذه الدولة تأجر أراضيها كسجون لأستراليا. هذه الدول الاقتصاد الريعي لا تبني اقتصاد ولا تعتمد على التقنية والمعلومة ولبناء اقتصاد قوي. في اقتصادات بدائية جدا تعتمد على الرعي والزراعة والكذا، هذه على أدنى من الاقتصادات الريعية. في عندنا اقتصادات صناعية، الاقتصادات الصناعية اللي تعتمد على تحويل المواد الخام إلى مواد استهلاكية، وهذه تعتبر الدول المتقدمة بشكل رئيسي. في عندنا اقتصاد دول اقتصاد معرفي، وهذه اللي تعتمد بشكل رئيسي على التقنية. الاقتصاد المعرفي يعتمد على التقنية، يعني تجدوا مثلا، طبعا بعض ما تجدوش هنا في الكتاب، انا اعطيكم بشكل عام كمدراء في المستقبل يعني فكره عامه، لكن انتم ملزمين بالاختبار في الكتاب. ما تجي بعد ان تبحث لي عن الاقتصاد المعرفي وما تجده في الكتاب، تمام؟ واضح الفكره؟ الاقتصاد المعرفي دول تعتمد على المعرفه بدرجه اساسيه، مثلا تايوان، ايش قوه تايوان الان؟ ابحثوا عن سر يعني اللي نسميه الرقائق وأثرها على الصناعات. في معي فيديو في 12 دقيقة أو 13 دقيقة يوضح إيش سر قوة تايوان، وفقط إنه اعتمدت بشكل كبير جدا على الاقتصاد المعرفي، وطورت اللي هي الرقائق الصناعية اللي نسميها شيبس، اللي هذه اللي تدخل في الصناعات بشكل عام بكل الأجهزة. طبعا الرقائق الإلكترونية هي اللي تدخل في صناعة الأجهزة. ممكن يعني الآن ما فيش وقت، ولا كنت بدخل على جوجل وأعطيكم فكرة عنها، صورة عن من صورها، يعني تختلف في الأجهزة وفي السيارة، تدخل في كل شيء.
الرقائق، بعضها دقيقة جدا، كل جهاز تقريبا فيه رقائق. يعني بس لو الجوال واضح عندكم، هذه اللي في الصورة، مش عارف يعني هذه الرقائق، بكبرها شوية. يعني مثلا هذه رقائق موجودة في الأجهزة والكمبيوترات وكذا. الواضح؟ إذا مش واضح ممكن أرسلها لكم على الجروب بعد المحاضرة. قد قائم بشكل رئيسي على إنتاج الرقائق، وبالتالي مليارات الدولارات تجنيها تايوان من هذه الصناعة، تعتبرها إلى جانب الفائدة الاقتصادية واحدة من أسباب قوتها ومن أهم عوامل أمنها القومي. ولذلك لما بدأت مشاكلها مع الصين، ألزمتها أمريكا بنقل أحد مصانعها إلى ولاية أمريكية، حتى إذا حدثت حرب أو كذا ما تتوقف هذه الصناعة، لأنها تدخل في كل الأجهزة من الصواريخ والسيارات والتليفونات والأيبادات وكذا. يعتبر مثابة الرقائق مثابة العقول في هذه الأجهزة. في فيديو في 12 دقيقة تقريبا يشرح هذه القصة، لكن ليس وقتها الآن، أنا ما عندناش وقت، وقال لنا ربع ساعة، حاول إنه نكمل الوحدة هذه. في عندنا أيضا الميزان التجاري، لما نتكلم عن الميزان التجاري نتكلم عن الصادرات والواردات. يكون الميزان التجاري المفضل للدولة عندما يفيض وتزيد الصادرات عن الواردات. يعني أنا مثلا في اليمن الميزان التجاري في مشكلة، في خلل، لأنه الواردات أكثر من الصادرات، وبالتالي إيش معنى هذا؟ معناه إنه أصبحنا سوق للشركات الأخرى، معنى هذا إنه الأموال والعملات الصعبة والكذا تخرج من البلد، معنى هذا إنه الصناعات الوطنية لا يمكن تصمد، وبالتالي في إشكالات كبيرة جدا على المستوى الفردي وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى الاقتصاد. أما إذا زادت الواردات عن الصادرات فإن الميزان التجاري يكون سلبيا كما ذكرنا، وفي حالة زيادة الصادرات عن الواردات فإن الميزان التجاري يكون إيجابي. أيضا عندنا ميزان المدفوعات، تكلمنا عن الميزان التجاري، ميزان المدفوعات يعبر عن المعاملات الاقتصادية كاملة لدولة ما مع الدول الأخرى، المعاملة التجارية، الصادرات، الواردات، التحويلات، المساعدة، تقرأوا هذا موجود. أيضا نتكلم عن التكتلات الاقتصادية، وهذا شرحتها سابقا، مناطق التجارة الحرة والاتحادات الجمركية، الأسواق العامة، الاتحادات الاقتصادية والاندماجات الكاملة. وهذه لخصها الكتاب، موجودة معكم ملخصة في الكتاب. وننتقل بعد ذلك إلى عناصر البيئة السياسية. طبعا عندكم مجموعة من التكتلات، الاتحاد الأوروبي والآسيان، وتكتل الميركوسر اللي هي لدول أمريكا اللاتينية، وأيضا معكم منظمة التجارة العالمية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة الدولية. لابد متخصص اللي يتخصص في إدارة الأعمال وإدارة الأعمال الدولية لابد أن يحيط بهذه الكيانات وبالسياسات وبهذه المصطلحات على الأقل من باب العلم، حتى إذا سمع بنشرة الأخبار ولا كذا أو في الأسهم أو كذا مثل هذه المصطلحات يعرف ايش معناها. ايضا يفهم التعرفة الجمركية، منظمة التجارة العالمية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، كل هذه المصطلحات لابد انه يحيط بها. ايضا عندنا اللي هو اجمالي الناتج القومي، هو اجمالي قيمة السلع والخدمات والافكار المنتجة في الدولة خلال عام كامل. هذا الناتج القومي، لما اتحدث عن الناتج القومي لليمن يقول لك انخفض الناتج القومي لليمن خلال عام كذا كذا بمقدار كذا، معناه انه هناك انحدار في القيمه الاجماليه للمنتجات سواء كانت خدمات او سلع او افكار او غيرها. عندنا معدلات التضخم، الانفليشن ريتس اللي هو غلاء الاسعار، مثلا زياده الاسعار. لما اسمعوا كلمه تضخم معناه ارتفاع في الاسعار ببساطه. ايضا الاستثمارات الخاصه، النمط الاستهلاكي، بعض ما نريد نتوقف عنده كثيرا. ننتقل إلى البيئة القانونية والسياسية. البيئة القانونية والسياسية، وعادة ما تستخدم الدول القوانين والتشريعات إما لحماية الاستثمار وإما لفرض نوع من الخصوصية لهذه الدولة في الجانب الاقتصادي. وعندنا هنا
في عناصر البيئة السياسية عند الأنظمة الحكومية والمخاطر السياسية والموقف تجاه الشركات الأجنبية. وهذا نتحدث في السياسة قليلا، بعد أن نتحدث في الجانب القانوني. عادة الدول تفرض كما ذكرنا تشريعات وقوانين لحماية التجارة وحماية المستثمرين المحليين وحماية الشركات المحلية. ومنها مثلا كيف تحصل على ترخيص لو جيت تسجل شركة في ماليزيا، ليس من السهولة أن تسجلها وحدك، لابد أن يعني لابد يكون لك شريك ماليزي مثلا. أيضا التعرفة الجمركية، مثلا بعض الدول تفرضها 10%، بعضها 15% كما في السعودية مثلا، أو 11% 6%، وتختلف من بلد إلى آخر. حصص الاستيراد، لا بد يعطوا كل شركة حصة معينة. أيضا اتفاقيات قيود التصدير. في أندونيسيا مثلا بعض السلع والمنتجات والخدمات يمنع تصديرها إلا جاهزة، لا تصدر مواد خام. أيضا بعض الأحيان المقاطعة، لما دولة تقاطع دولة أخرى ممنوع دخول منتجاتها، يأثر عليها. الرقابة على تحويل العملات، يمنع تحويل العملات، مثلا ما تقدر تسافر أكثر من 10,000، ما تقدر تحول إلا مبلغ محدود، لكن إذا أردت تحول مبلغ كبير لابد من إجراءات وسياسات وكذا تتبعها. في قيود أخرى هذه تقرأها موجودة في الجانب القانوني. عندنا في الجانب السياسي الأنظمة الحكومية، نعم، تقريبا في السعودية في أنظمة وقوانين تحد من، وإن كان الفترة الأخيرة انفتحوا بشكل كبير جدا، وأصبحت السعودية من الدول الممتازة في الاستثمار. يعني الفترة الأخيرة استطاع أنه ممكن أي مستثمر يسجل شركة، سابقا ما كان متاح إلا بكثير وكذا. هل الآن متاح أنه أحد يسجل شركة مثلا في السعودية باسمه؟ عندنا الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الشمولية، نعم متاح، إذا ممتاز. الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الشمولية، وأيضا عندنا طبعا الكلام في السياسة كلام ذو شجون، لكن احنا بناخذ اللي يفيدنا، اللي يفيدنا اللي نحتاجه في إدارة الأعمال. نتكلم عن أنظمة ديمقراطية، وعادة لما نتحدث عن الديمقراطية معناه أن الشعب يحكم نفسه بنفسه عبر مجالس، مجالس نواب، جمعية تشريعية، إما أنظمة تكون رئاسية أو برلمانية، في الأخير عبر الانتخاب المباشر. وفي عندنا أنظمة شمولية، إما تحكم بواسطة ديكتاتور وتسميها جمهورية مثل كوريا الشمالية وكوبا وغيرها، وإما ملكيات خاصة مثل حكم الأسر الموجودة في الخليج مثلا، والأردن والمغرب وبروناي هنا في جنوب شرق آسيا، أو حكم العسكر كما في بعض البلدان. يعني كثير من البلدان يحكمها عسكر من قرون، يعني عفوا من عقود. وبالتالي هذه أنظمة شمولية، تختلف الأنظمة فيها عن الأنظمة الديمقراطية. حتى تتميز الأنظمة الديمقراطية بأنه في نوع من الحرية، في مساحة خاصة في الجانب السياسي، وانعكس على الجانب الاقتصادي. الأنظمة الشمولية صعبة جدا، وبالتالي تلاحظ أنه الأفراد قبل، عفوا المستثمرين قبل أن يدخلوا سوق يحسبوا 1000 حساب للأنظمة، لأنه في فترة ربما يكون هذا النظام يصادر كل ما عندك بضغطة زر، بجرة قلم يصادر كل ما عندك، بيحولك إلى فقير في ليلة وضحاها، لا تستطيع الطالب بحقك، ولا تستطيع تحاكمه، ولا تذهب إلى القضاء، وبالتالي هذه تؤخذ بعين الاعتبار. في مخاطر سياسية، يعني مثلا المصادرة والتأمين، بعض الدول تؤمم الممتلكة كما حصل مثلا في جنوب اليمن سابقا لما حكموا الاشتراكيين أمموا كل الممتلكات، واضطر كثير من التجار للهروب إلى الشمال. في مصر مثلا في عهد جمال عبد الناصر تم تأميم كثير من الممتلكات، وهذا طبعا اثبتت هذه النظريه خطاها، لانه طبعا في الاقتصاد الاسلامي اللي يراعي المصلحه الفرديه والمصلحه الجماعيه، غير الاقتصاد الليبرالي اللي يراعي مصلحه الفرد على مصلحه الجماعه، والاقتصاد الشيوعي الاشتراكي يراعي مصلحه الجماعه على مصلحه ايش الفرد. هذا كلام فكري عميق يحتاج الى انه جلسه مره اخرى او محاضره اخرى نناقشها معك. ايضا عدم الاستقرار السياسي، وهذا واضح في كثير من البلدان، والموقف تجاه الشركات الأجنبية. بعض الشركات تفعل قيود، بعض المؤسسات عفوا بعض الدول تعمل قيود كبيرة جدا على الشركات الأجنبية، وبالتالي تحد من نشاطها، بدلا من أنه تجعلها فرع مثلا، سهل إنشاء شركة محلية.
مثلا هذا موجود هنا في ماليزيا واندونيسيا، ما تستطيع ان تفعل الفرع بشكل سهل، يعني تعاني كثيرا في التراخيص حتى تفتح فرع، لكن لما تفتح شركة محلية من السهولة بمكان تخرجها في اسبوع اسبوعين. ايضا في البيئة الثقافية والاجتماعية عندنا لابد ان نراعي ثقافة المجتمع، والثقافة يتعلق ب إما المعتقدات الدينية اللي بنفس، وأيضا القيم والمعارف والأمثال والسلوك والأكل وكذا، كل هذه تعتبر إيش جوانب أيضا ثقافية وخصائص لكل مجتمع تقرأها. وهنا موجودة للغة والاتصالات، فما تروا في بلد يعني مناسب في بلد آخر غير مناسب، يعني مثلا الإشارة هذه عندنا عادية لما يشير لك أحد بأصبعه، عادية جدا عندنا في الشرق الأوسط، لكن لو جت جنوب شرق آسيا معناها نوع من التهديد وقلة الاحترام، وبالتالي احنا نأشر هكذا فقط بالأصبع الكبيرة يعني بالإبهام، فهذا نوع من الثقافة. أو مثلا هنا لو مسكت رأس أحد تعتبر إهانة كبيرة جدا ونوع من أنواع التحرش، بينما عندنا طبيعي جدا، يعني هنا مثلا لو مسكت رأس طفل عيب كبير جدا ويصل إلى التحرش، ومرة يعني رفعت قضية ضد يمني بسبب انه مسك راس طفل كذا يمسح له مسحه عادي. فبتلاحظوا اختلاف الثقافات لابد ان نراعيها، وخاصه في الاداره الدوليه. ما يجي احد، خاصه الاخوه اللي بيشتغلوا في الشركات معدده الجنسيات، لا تجي تعاملهم بثقافتك، ما تراه مناسب في بلدك قد يكون عيب عندهم، وما هو عيب عندهم قد يرونه، ما هو عيب عندك قد يرونه عادي جدا عندهم، وبالتالي من المهم جدا انه تعرف ثقافه كل بلد قبل ان تصل اليه. اعرف ثقافتهم اولا. رفع الصوت مثلا يعتبر ميزه عندنا، طبيعي جدا ونمزح ونرفع اصواتنا، لكن هنا يعني بنظر لك نظره استغراب، يعني رفع الصوت. ايضا الهدوء موجود بدرجه كبيره جدا في بعض المجتمعات، عندنا غير موجود، وهكذا يختلف من بلد الى بلد. هذه الثقافه مهم جدا ان نراعيها في ادارتنا في اداره الاعمال الدوليه. انا اكتفي بهذا القدر اليوم. Thank you.